شنو أباوع لذاك اليوم؟ واحد ينشر لي زين ها استشيع فلان، واحد وهابي يكتب لي ها استبصر فلان. شنو هذه أخي؟ شنو التصرفات الغير ناضجة؟ حقيقة أنا أتكلم بما في نفوسكم. عمي أنتم مو شيعة آل محمد لو أنا غلطان. سلام عليكم. صدق هذا اللي دي يسووه علينا دي ذولا يتصرفون تصرفات فردية، أنه إحنا نريد السنة يصيرون شيعة والمسيح يصيرون شيعة، أنتم متبنين هيك موضوع؟ لا لا صدق والله. نوجه رسالة بمعيتكم من خلال منبر الحسين لو ما نوجه رسالة؟ ها؟ أيها الأخ السني اسمعني، أنا لا أريد منك أن تكون شيعيا، بل أنا أحافظ على سنيتك، أبقى سني وأحترمك وأحترم تواجدك وحيزك الديني، وما إلك يمي إلا كل المحبة. نبعث الرسالة لو ما نبعثها؟ ها؟ ارفع ايدك وصلي على محمد وآل محمد بأعلى الصلوات. ثانيا انتو شنو هالتصرفات اللي تسوونه مثل المقادية؟ اخي ترى احنا ما محتاجين خير من الله الشيعة، ما شاء الله نسواننا ده تجيب زلم جايب لي 10 لو جايب لي 5 وهازها للدنيا، ها والله 5 طببت 5 صار شنو؟ ما محتاج ترى انا. هاي ابو الكاميرا خيدير الكاميرا خيباعون شبابنا، ها وعدنا بعد خير من الله بالبيوت، خير من الله. لن يفنى محبو آل محمد إلى قيام قائم آل محمد. ابقى أخي السني على سنيتك، وابقى أخي المسيحي على مسيحيتك، وابقى أخي إلى أي دين وطائفة انتميت. أنا ما أريد أسرقك ولا أريد أصادرك، بالعكس أنا أكيف بهذا الطيف المتنوع. هذا خطاب المحبة لو أنا غلطان. أفشوا المحب، كلما ترقى الفرد في حب الله تبارك وتعالى كلما ترقت المحبة فيه.